وسهلا بيكم في تاني فيديو في السيتاب الجديد. انا مبسوط جدا بالمكان ده بصراحه، تحس كده المكان كوزي كده، فاهم؟ مكان مقفول عليك كده صغير، حاسس انت قاعد براحتك كده لابس شتوي، فاهم؟ بصراحه الفيديو اللي فات كنت عايز اركز اكتر على الموبايلات المتواجده في الوطن العربي وخصوصا في السوق المصري، عشان ممكن اقول لك بصراحه احسن موبايل يا سيدي في 6000 جنيه هو اكس 2 برو، ودي حقيقه فعلا يعني. بس الفكره ان هو مش موجود في مصر ب 6000 جنيه، فانت الموبايل ده لو هجيبه من بره هيقف عليك ب 8 9. بس انت بقى لو جبته من بره 8 9 هو ممكن يكون افضل موبايل ب 8 9 بلا منازع، وخلينا نعرف كده سريعا ليه. بس اولا خلينا كده نشوف محتويات الايفون. لطيف. طيب ليه بصينا على محتويات العلبه؟ عشان محتويات العلبه فيها حاجتين، فيها موبايل وفيها طبعا الكفر، يعني اي موبايل فيه كفر، وبيجي معاه شاحن، فاهم؟ ايه بقى؟ بصوا هي حاجه غريبه قوي ان انا ابدا ريفيو موبايل بالكلام عن الشاحن، بس هي مش حاجه غريبه في الريلمي اكس 2 برو، عشان انت بيجي لك جوه العلبه شاحن 50 واط. ايوه يعني اعمل ايه ب 50 واط؟ تعمل انك تشحن موبايلك من 0 ل 100% ف ساعة ونص، كتير صح؟ ساعة ده جامد، ده الفوك 45 دقيقة، انا مستعجل. نص ساعة ايه من 0 ل 100% في نص ساعة. البطارية مش 2000 ملي امبير ولا 50 ملي امبير ولا الحاجات دي، البطارية 4000 ملي امبير طبيعية جدا زي اي موبايل. 0 100% 30 دقيقة. ويعني بصوا واحدة واحدة كده مع بعض، الموبايل ده مش هنقدر نعتبره ريفيو عشان في كام حاجة كده هتتقال في خلال الفيديو هتعرفوا ليه. ممكن كده مع بعض كده نستعرض سريعا إمكانيات هذا الشيء مع بعض بالراحة. سناب دراجون 855 بلس النسخة العالية منه، 12 جيجا رامات، 256 جيجا مساحة تخزين، شاشة فول اتش دي بلس يعة قوي صح أنا عارف، 1000 نت، سوبر أمليد 90 هرتز، طبعا بطارية يعة قوي 4000 ملي أمبير أور، بتشحن من 0 100% في نص ساعة، حاجة برضه يعة قوي. كل ده بكام يا باشا؟ يعني حوالي 350 دولار 6000 جنيه كده. ازاي؟ بصوا خليني أقول حاجة بس في البداية، في حاجات كتير في الموبايل ده جامدة جدا وأنا معاكم مليون في المية، بس العيب الأساسي في الموبايل ده إنك مش هتعرف تحصل عليه أصلا، عشان الموبايل ده أغلب الظن مش هينزل مصر، ولو نزل مصر مش هينزل بستة دي، هينزل بتمانية تسعة على الأقل. تمانية تسعة؟ طب ما حلو الإمكانيات دي حلوة في رينج تمانية تسعة صح؟ هو أنا معاك إن هي صح، بس في مشكلة تانية وهي إن السوفت وير بيجي على الموبايل ده هو سوفت وير من غير خدمات جوجل، ده مش معناه إن ريلمي ممنوعة زي هواوي أو الحاجات دي، لا لا خالص، هو بس الموبايل ده منزلش بره الصين، فعشان كده بيتعامل بالسوفت وير الصيني اللي هو أنت ما عندكش بلاي ستور، أنت المفروض تحمل الأبلكيشنز بتاعتك من الماركت الصيني بتاعهم، وطبعًا في حاجات كتير مش موجودة زي فيسبوك، جيميل، يوتيوب، الحاجات دي كلها مش موجودة على ماركت الصيني، أنت ممكن تحملها أي بي كي بقى وتقعد تحور بقى وتعمل الحاجات دي، بس الأبديتس مش هتكون بأسهل الحاجه ولازم تقعد تحمل كل حاجه مانيوالي، انتوا فاهمين الفكره. طيب هي كل حاجه بامبي وكده؟ يعني بص الفيديو ده يعني انا لو ريلمي دافع لي فلوس عشان اطبل للشركه انا مش هعمل كده، فاهم؟ بص ركز معايا كده، بص دلوقتي الشاشه مقفوله تمام، فتحنا الشاشه بص بس كده، ده فيز انلوك الجهاز يعني ازاي. مره ثانيه الشاشه مقفوله، دوسنا على زرار باور، الشاشه اتفتحت، فتحت فيه. انا يا جماعه بجد مفيش بصمه من ورا وبهزر وبحط صباعي وحركات الاطفال دي، لا لا هو بجد الشاشه بتفتح في ثانيه. خليني اقول لكم برده حاجه شبه ايفون جدا، ودي حاجه عجباني يعني، ان الموبايل هو كده وعملته كده بيفتح ماشي، بس انا لو عملته كده بقى ايه فتح الشاشه، ولو رجعته تاني بيفصل الشاشه، فعادي الموبايل ما بترجعش تفصل، هي بتشتغل بس. حاجه برده روشه، الموبايل فيه نايت مود شغال اكروس كل السيستم زي موبايلات فيفو اللي احنا شفناها مؤخرا، حاجه روشه. لو انت عايز تجرب الان سكرين فينجر برنت محتاج تبعد وشك كده عن الموبايل، دوس على البصمه لمده ربع ثانيه، دي سرعه بصمه الموبايل. الشاشه 90 هرتز، انت لو ما جربتش قبل كده شاشه 90 هرتز انا هكون عمال اشرح لك حاجات مش هتحسها، بس فعلا اول كلمه اول موبايل ده اديته لعمر، عمر انت قلت ايه اول كلمه؟ سريع جدا، سموز جدا، انت ليه بتتكلم كروبوت جدا؟ الموبايل ده 855 بلس مع 90 هرتز توليفه انت هتحصل بيها على واحد من اكتر موبايلات السموز اللي في العالم، لدرجه مثلا انك لو فتحت ببجي الصيني، نسخه ببجي الصيني ايوه النسخة اللي فيها جرافيكس لسه ما نزلتناش وفيها حاجات كده روشة. هو انا نسيت اقول لكم ان الموبايل ده في واحدة من انظف السماعات الموجودة في السوق، الدولبي اتموس، سماعة تحت وسماعة فوق، وصوتهم عالي وبيزي جدا، بيزي اكتر مثلا من الايفون.
انا قلت لكم كده صوتي اصلا مش واصل من قوه الصوت بتاعه الموبايل. احنا بس محتاجين خدمه كده من الشخصين اللي بيتفرجوا اللي بيفهموا صيني. ترجم لي لو سمحت. حضرتك محتاج ترجمه تانية يا باشا. الموبايل ده بيوصل اتش دي ار وماكسيمم ماكسيمم. الايفون ما بيوصلش ماكسيمم، ده بيوصل الماكسيمم. ده مخصوص عشان شاشه 90 هرتز يشغل اقصى اعدادات موجوده اللي هي اتش دي ار على ماكسيمم فريم ريت اللي هو 90 هرتز. واو. ببجي النسخه الصيني يا جماعه فيها جرافيكس وفيها حاجات احنا مثلا هتجيلنا كمان 5 سنين ولا حاجه. يعني مثلا انت بترمي قنبله مزيكا، ده الروش اللي عندهم فاهم. انت كمان عارف ان في الصين ما بيحترموش الكوبي رايت بتاعت اي حاجه، يعني الاغاني كلها بتتسرق في الصين عادي مش زينا كده. فمثلا ممكن تلاقي جوه ببجي تلاقي الاغاني المشهوره بتتعد معاها عادي جدا. مثلا لو الاغاني طلعت بره الصين يقول لك لا كوبي رايت واللعبه هتتقفل في البلد دي وعليهم غرامات بالملايين. في الصين بقى عادي يا باشا مفيش كوبي رايت اصلا، كله بيسرق كله بقى عادي. مش مثلا مشغلين اغاني روش على البدايه عادي. الجرافيكس فظيعه. ايه ده؟ هي اكيد دي معناها نقطه صح؟ دي انفولو ماشي. انا بقى يكون معايا في التيم بقى سنين وكده. نيهاو عليكم اصدقائي نيهاو. صاحبي الاخبار. منور يا منور منوره. يلا ننط في المدرسه. يا لهوي على الجرافيكس، يا لهوي على الجرافيكس، يا لهوي على السموثنس. اكون لا بشرب بيبسي. يا لهوي تجربه العربيه بقى على الجرافيكس دي هتبقى عامله ازاي. يا لهوي طلع عليا ابتسامة بلهاء مش بتكلم كلام كتير من نعومة وحلاوة جرافيكس اللعبة. ايه ده؟ واو يا اصدقائي. واو. مش عارف اقول اي حاجة سلبية غير ان البلاي ستور مثلا مش موجود فاهم، اللي انا مش عارف احمل كول اوف ديوتي عشان اجربها. تعالى تعالى راجل صيني. طب ما تفكرش ان الراديو هيبقى صيني برضه؟ هيبقى صيني انت فاهم حاجه؟ ايه ده؟ ساعة كمان في البريد بعد اذنك. هات الموبايل. يا لو يكون في بلاي ستور ممكن مثلا تخين شويه، يعني انت حاسس ان انت ماسك موبايل غالي فشخ فتخين شويه؟ ولا هو مش غالي اصلا؟ الموبايل مش تخين، هو موبايل تقيل بس التقل ده مديله بريميوم احساس بس هو مش تخين. انا ليت اللي عملت الموبايل كده بدوس على زرار باور عشان افتحه رحت قفلته، اللي هو الموبايل فتح من قبل حتى ما صباعي يوصل للباور عشان اقفله. ده اللي حصل فعلا، انا عملت كده بدوس على زرار باور فقفلت الموبايل. مش طبيعي. هو ممكن يكون سلبي شويه الكاميرات. واضح ان السنسور بتاع الوايد انجل كبير لدرجه ان هو بيقدر يعزل وايد انجل بعزل، بس طبعا لازم يكون حاجه قريبه، يعني لو انت صباعك كده قريب بيعزل عزل صباعي عن الخلفيه. يا لهوي التفاصيل ايه الصباع ده. يا لهوي انا صباعي بايظ كده انا خايف. الكاميرات هنا هي كاميرات شبيهه بالريلمي اكس دي، كاميرا ال 64 ميجا بكسل الاساسيه، كاميرا تيلي فوتو 13 ميجا بكسل، كاميرا وايد انجل، واخيرا كاميرا 2 ميجا بكسل عشان العزل عن الخلفيه عشان البوكا افكت، اللي هو خلاص انت تخطيت البوكا افكت في الصور فبقى عندك بوكا افكت في فيديو وما بيغلطش. بوكا افكت ما فيهوش اي يعني نوع من المشاكل. هو طبعا ما فيش اوتو فوكس هنا، وطبعا بيبان عليك اللي انت احول لما تيجي تبص في الشاشه كده اللي هو صباح الخير. وخلينا نرجع تاني للكاميرات كده ونقول الموبايل ده ما بيغلطش اي نوع تصوير، ما فيش غلطات. انا بصور دلوقتي الكاميرا والنور في وشي ومفروض ما فيش تفاصيل تبان. ال 64 ميجا بكسل جايبه تفاصيل ان الترايبود ده معمول في ايطاليا. انا عمري ما كنت عارف المعلومه دي، بس يعني عشان مش ببص على الترايبود هي معلومه واضحه بس انا عمري ما لاحظتها وانا بصور يعني. ده لاحظ الكاميرا وايد انجل خرافيه وبتقربها بتشتغل ماكرو وفيها عزل وبتجيب تفاصيل في صباعك تخوف. الدبث سنسور ما بيغلطش والفيديو بتاع الموبايل ده فيه الترا ستيدي عظيم. ليه الموبايل ده مش نازل مصر؟ بجد ليه؟ بجد حرام. الظهر روش، التصميم روش، ريلمي في مكان غلط خالص. ما علينا، بس يعني حاج نوى زخرستان ده روش قوي الماضي يعني. يعني هو الموبايل ده كان جامد قوي عند ريلمي، كان اقوى موبايل عند ريلمي، فقالوا له ايه؟ يا حاج نوى يا ديزاينر ياباني انت ما تاخد تعمليات ديزاين. فراح هو قرر يحط اللوجو هنا، فهو مضى تحتيه عشان هو حط اللوجو هنا في السبيشال اديشن من الموبايل ده. اتش عايز اعرف الاسم. الاسم ان شاء الله يا استاذ اتش نواتو فاكسانسا واوا. تمام؟ عرفت الاسم؟ اه. عم فكلانسو ده عمل في التصميم حاجات روشه قوي عن الاكس 2 العادي، وهي لمسات بسيطه والوان بسيطه مديه شكل بريميوم الى اقصى درجه في
في الموبايل ده عن اي موبايل تاني ممكن تجربه. حاجه مثلا زي اللون الاصفر البسيط اللي على زرار الباور، حاجه مثلا زي الكاميرا اللي عليها دايرتين كده جوه. عرفنا الشكل ده في موبايلات ريلمي قبل كده اللي هي يكون في دوائر حوالين الكاميرا، بس طبقها هنا نظيف، طبقها هنا حلو قوي عن اي موبايل تاني. يعني انا مش قادر اعتبر الفيديو ده ريفيو للموبايل عشان هو ده مش ريفيو، عشان في حاجات كتير في الموبايل اصلا انا مش عارف اشغلها، مش عارف اختبرها. بس بصراحه الموبايل ده كهاردوير روش قوي، ولو هيدل على حاجه ممكن يدل احنا متوقعين نشوف ايه من ريلمي، شركه قدرت تعمل الهاردوير العظيم ده في خلال الشهور الجايه والاسابيع اللي جايه. دي كانت نظرتنا الاولى سلاش ريفيو على الاكس 2 برو الليميتد اديشن بتاعه الحاج نوى اللي ماضي على الظهر. شكرا على شفت الفيديو، تاك اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان لسه في حاجات كتير قوي جايه 2020 يعني. اشوفكم في الفيديو.